ننتقل إلى التبويب التالي. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. هل تتوضأ إذا مسست لحما نيا لم يطهى؟ فكيف ستمسه أنت؟ واحد 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 عند الغسيل والطبخ، وهذا يحدث من قبل النساء الغالب. اثنين عند الذبح، إذا كنت تعرف أن تذبح أو أن كنت لحاما فتحتاج إلى الذبح والسلخ. والآن يأتي إيش؟ التقطيع. ويأتي بعد ذلك إيش؟ التقطيع. نعم نسمع. عن عطاء بن يزيد قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك. تنحى حتى أريك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلخ الشاة بيده، ومن استطاع أن يضحي ويذبح بيده فهذا فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستعجل يعني الأضحية، تقول أنا بطيء بطيء بطيء، المهم أنك طبقت السنة. وهي هالخروف اللي أنت بدك تذبحه، أنت زي اللحام عنده 200 خروف بده يذبحه، أنت تريد أن تذبح خروفا واحدا، فلو مكثت مدة طويلة وطبقت هذه السنة فهذه هذا أفضل، وهي سنة حقيقة عزيزة. هناك من يطبقها لكن قلة من يطبق هذه السنة، يذبح بيده ويسلخ بيده. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيق هذه السنة، لأن أحد المرات عندما طبقت هذه السنة فتفاجأت أن هذا الخروف الذي ذبحته قد قام وكأني لم أذبحه، فهجمت عليه مرة أخرى وعاودت الذبح، ولكن المفاجأة أني ذبحت رجلي بالإضافة إلى ذبحه، واستمر الأمر وأنا لا تابعت الأمر، ذبحت وسلخت وقطعت وقلت سأذهب ووزع إلى بعض الناس وما شابه، والدم بنزل مني وأقول شو الخروف كل هذا دم منه. فعندما رجعت وسكبت الماء فإذا بالدم ينزل من مين؟ مني أنا. طبعا أنا حامي جسمي، هكذا يقول يعني اللحامون، ما دام جسدك حاميا فلن تشعر بالألم. فذهبت إلى الطبيب وقطبها 7 قطب، والحمد لله رب العالمين. المهم أننا طبقنا السنة، فأردت أن أذبحه فذبحني وثم ذبحته. نعم على كل حال هذه مرة من المرات، باقي المرات ما حد يعني ما تغلبت عليه مباشرة، لكن هاي مرة فاز علي شو بدي اسوي. نعم نعم ايوه نعم. قال فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الى الابط. الى الابط وصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ايوه. ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. هذا هو الشاهد، ولم يتوضأ. فيا من ذبحت وسلخت فلا شيء عليك، وقطعت أو طهوت لا شيء عليك، يمكنك أن تصلي بوضوئك، وهذا لا يؤثر على الوضوء لا من قريب ولا من بعيد. وطبعا بعض الناس يقول يعني لأنه لا مس الدم ولا مس أصلا دم الخروف هو ليس بنجس، أو لامس الفضلات والفضلات أيضا ليست بنجسة، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر،